مواضيع أخرى. خلونا نتابع هاي الحالة ونرجع. أنا همسة شابة عراقية متزوجة، رجلي حالته كلش زينة، بس أعاني من مشكلة واحدة وهي الخيانة. دائما رجلي يعني مقصر، هي سالفة الخيانة إنه أنا ما ناقصني شيء وشابة صغيرة. أنا متزوجة تقليدي، إحنا 8 بنات، تزوجت هذا كبير بالعمر، حالته زينة كلش زينة، فيطلع بالليل، يطلع من الصبح لليل عفو، يجيني ينام ورا ينام، يعني ما يعطيني حق الجنس، بين قوسين الجنس ما يعطيني حقي ابد. اقعد احكي وياه يقول لي واخر يعني مشتريت بفلوسي، يعني انا كمرأة ما عندي حقوق المتزوجة. فوق كل هذه الخيانة، هو يتعرض اكثر من مرة، اتعرض للخيانة اكثر من مرة، يعني الكفا ويا كذا ويا كذا ويا نور ويا مريم ويا 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 لآخره. يروح يسهر، يسافر، ورا ما يسافر اكتشف انه هو مسافر ويا فلانة. هذه كلها قلت ما يخالف وصبرت، بس انه ما يجي ويجيب اختي انه هي تساعدني او تجيني ويقعد يتحرش بيها. مثلا تروح للمطبخ تساعدني بماعين، انا اروح وراها اقول اساعدها او شيء، ألقاه لازق جسمه بجسمها، يقعد يقرص بيها أماكن بطن خصر الكتف، يقعد يلزمها، يقعد ينطيها أغاني، يقعد يقولها هاي لونها هي مني إليك. مني نام أفتح تليفونه، يعني أنا يعني أبقى سهرانة، يعني أتمنى زوجي يقعد يسهر وياي، نشاق نضحك هاي أبد. بكل حكاية أنا مشتريت بفلوسي، أنا اشتريت بفلوسي. فأقعد أباعد رسائل التليفون، مو تليفون أحد متزوج أو أحد حتى لما متزوج ما يقدر يسوي هاي السوالف. كل هذا قلت مي خالف لأن ما أقدر أطلق، لأن الطلاق محامية فلوس مصاريف وعندي طفلة ما أقدر أصلا أصرف عليها. هو بكل شيء يروح يطلقي، أنا بفلوسي بفلوسي، يعني كل حكاية أنا بفلوسي، أنت مجرد جبتي لنا طفلة، هاي الطفلة تعبي عليها كبري لياها، أنا بفلوسي أقدر أجيب بعد مثلك 10، الله ما حلل لي 4، أنا الوحيد اللي حلل لي 10، هيك يعني يحلل بكيفه، يجيب بكيفه. كم مرة لقفته 3 مرات بفراشي خيانة، يدزني الأهلي أرجع ألقيه، يعني هو وحدة ما فوقها يضربني، هو أبو الحق مو أنا. يعني هاي السالفة اللي كلش مأذيتني. أنا أبويا متوفي، إحنا 8 خوات، أمي معاقة. فإجا يوم من الأيام، هي هواية عندها سوالف وياي، فأنا أحكي لكم قصة هاي عندي ولو بسيطة، بس أنا أحكيها متأثرة بيها كلش. إجا جابني بيت أهلي، لازم تروحين لازم. زين قلت له أنا البارحة كنت ببيت أهلي، قال لي لا إلا اليوم تروحين، هاتش فلان مصرف غراني، فلان فلان مصرف انطي لأمك لأن أمك مريضة. أنا أكيد أريد أساعد أمي، فرحت الأهلي. وصلت الساعة متأخرة كلش، فأدق عليه ما يجاوبني، أدق عليه حاولت كل شوية، يعني تقريبا بالساعتين أدق عليه ما يجاوبني. فاضطريت إنه رحت الجيران، قلت له عافية، يعني وصلنا لبيتنا ما حد شيء الرجال. وصلت لبيتنا فتحت الباب، إنه صدمة حياتي، لقيت أختي وصديقتي هي اللي ما جابتها أمي، لقيتها بحضن زوجي. فقلت له شنو، أنا صدمت. قلت له ليش، قال لي إيه بفلوسي أجيبها وأقدر، تروحي شو تسوين سوي، روحي في راسك بالحياة، شو تريدين تسوين يعني. لزمني من هنا، قال لي يلا، فتح الباب ودفعني حيل، جر الطفلة من إيدي. فظليت أبكي أدق بالباب، لما العالم دخيلك مرتك، ما أريدها. رحت البيت أهلي، شفت الوضع يعني ما تسمح لي إنه أبقى، يا أمي معاقة، أنا الوحيدة اللي دا ساعد أمي لأن بفلوسه هو اللي معيش أهلي. فرجعت توسلت بي، أقول له يعني بيتي، أنا أريد بيتي خليني. قال لي يا أرجعك أنا الشرط، تبقين خدامة بيتك، وش تريد شو أريد أسوي أسوي.
فأنا هنا أنا خالد موقف، هو الموقف شنو؟ يا أما أبقى إلى خدامة وأربي بنتي، يا أما أطلق وأرجع وأهلي ما عندنا أي معين.